وقع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي اتفاقية التعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث، وذلك على هامش مشاركة وجمعية هذه هي البحرين في اجتماعات وجلسات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبهذه المناسبة أكد معالي الدكتور شيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد للتعايش السلمي أن تعزيز التعاون مع هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث سيفتح المجال أمام الشباب للتعرف على تجارب الآخرين ويعزز في نفوسهم مبدأ الحريات وإرساء مبادئ احترام الاختلاف. وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من البرامج المطروحة بين الجانبين. في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وفي إحدى قاعاته عقدت جلسة تتحدث عن دور التعليم في تعزيز التعايش السلمي وكيف يمكن أن يساهم العالم إذا اتحدت الجهود في تعزيز دور التعليم وأبجدياته ليكون عنصرا فاعلا في نشر قيم التقبل الآخر بين الشباب والقضاء على الجهل. مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي كان من ضمن المشاركين الرئيسيين في هذه الجلسة، وقد تحدث من خلال كلمته عن أبرز جهوده ومبادراته في تعزيز قيم التعايش السلمي وتقبل الآخر، وكيف استطاع من خلال برامجه حول أنحاء العالم في نشر رسالة البحرين للسلام حتى باتت أنموذجا للتعايش السلمي. هذا الاجتماع في غاية الأهمية، خصوصا أنه في مجال التعليم وأنه يركز على السلام والتفاهم بين مختلف الأديان. البحرين تمضي في الاتجاه الصحيح في صنع أجيال المستقبل، وذلك لأن الأجيال هم الحاضر والمستقبل في مجال التعليم وخلق مجتمع مبني على السلام. تعلمنا الكثير من مركز الملك حمد للتعايش السلمي، وهذه هي الطريقة الصحيحة في صياغة فلسفة السلام التي نسير وفقها، ونحن نتطلع لتنفيذ المزيد من الخطوات خلال المرحلة المقبلة. الملك حمد قدم لنا الخطوات الأولى، ومملكة البحرين كانت دائما داعمة للسلام والتعايش السلمي. نحن الآن على دراية بأن البحرين تقوم على نهج السلام والتعايش، ليس الآن فقط بل منذ حضارة دلمون وحتى الآن، والبحرين باتت تشكل نموذجا لحرية الأديان، وذلك من خلال مبادرتها التي تعتبر طريقا فريدا لصياغة مستقبل أفضل. وسعيا من المركز لترسيخ التعاون مع الأمم المتحدة، فقد تم التوقيع على اتفاقية مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والمعرفة. هو دمج للعلم والسلام. العالم اليوم يعيش في اضطرابات، وأي شيء يمكننا القيام به من خلال هذه الحوارات واللقاءات سوف يسهم في تحقيق السلام العالمي، وهو ما يعد هدف نبيل وأتمنى أن نحققه بأسرع وقت. هذا وقد استعرض مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي نجاح تجاربه من خلال مشاركة عدد من الطلبة الذين استفادوا من البرامج والدورات، ومنها برنامج الملك حمد للإيمان في القيادة. نشكر جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وسمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على دعمهم المستمر لنشر رسالة السلام وتعزيز قيمها بين الشباب البحريني من خلال توفير البرامج التعليمية. موضوع جلسة الأمم المتحدة اليوم هو دور التعليم في تنمية التعايش السلمي بين الأفراد المجتمع، ومن خلال المناقشة قدرنا نوصل رؤية جلالة الملك الحكيمة اللي تم ذكرها في إعلان مملكة البحرين. مملكة البحرين هي من أحد الدول الرائدة في تعزيز هذه القيم من خلال البرامج الشبابية اللي تحث على التسامح والتعايش السلمي. حبيت أشكر جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهم نتواصل للشباب، خاصة من خلال إطلاق البرامج العديدة اللي تأهل الشباب بشكل عام على أن يكونوا قادرين على القيادة وتحمل المسؤولية، وذلك
نشارك من خلال إطلاق برنامج الملك حمد للإيمان في القيادة. طبعا هذا البرنامج كان له أهداف كثيرة، من أهمها تعريف الشباب على أساسيات القيادة، وأيضا أن يكونون في المستقبل قادة يفيدون وطنهم. هذا البرنامج أحدث نقلة نوعية في حياتي، من حيث أنه جعلني أكثر قادرا على اتخاذ القرارات المناسبة، وجعلني أيضا أتطور في المجال القيادة. هذا لم يكن ليتحقق لولا الدعم من لدن جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكل ما يعني بتطوير الشباب البحريني ليكونوا عناصر فاعلة في التنمية المستدامة التي تشهدها مملكة البحرين. رؤية جلالة الملك المعظم المتمثلة في نشر قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر هي خريطة طريق يسير على نهجها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي من أجل نشر رسالة البحرين الداعية إلى التحدث بلغة السلام والتعايش وقبول الآخر ونبذ لغة التطرف والجهل. التعاون بين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق يؤكد رؤية جلالة الملك المعظم في أن التعليم له دور أساسي في التعايش السلمي، وأن الجهل هو عدو السلام. سهير عصفور لتلفزيون البحرين من مقر الأمم المتحدة نيويورك.